مشاهدينا متابعينا الاعزاء، لازلنا متواصلين معكم ومع انطلاقه هذه التحديات وهذه الاثاره من هذا المهرجان التراثي على ارضيه ميدان اللبسه لسباقات الهجنه العربيه الاصيله في اماره ام القوين، شوطنا الرابع عشر الذي اعلنت انطلاقته قبل لحظات قليله، والمخصص لابكار المحليات الاصايل للسن الاجذاع والمسافه الستة كيلو متر، رحلتي وانطلاقتي هذا التحدي وهذا المسار الجميل. اتمنى التوفيق والناموس لجميع المشاركين. نتابع البداية، نرصد المراكز الاولى، والمركز الاول على مقدمة هذا المسار، المركز الاول الظبي عبيد بن جاسم الفقير العلي مع المركز الاول العليلي، يقدم هذا الاسم على المركز الاول واول اندفاعات هذا التحدي. المركز الثاني سلهودة متواجدة، عبد الله بن حسن بن احمد المرزوقي على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الاخر مشاهدينا متابعينا الاعزاء بن ظبيان متواجدة، حمدان بن حمود بن ربيع بن مطر الاكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع اشوف القدوم والتدخل من جبارة، عبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي يقدم هذا الاسم على المركز الرابع. المركز الخامس الشايبة متواجدة، محسن بالطماطم بن حمد العامري يقدم هذا الاسم على المركز الخامس. المركز السادس مشاهدينا متابعينا الاعزاء الوثبة قادمة، خميس بن سالم بن محمد الجنيبي يقدم الوثبة على المركز السادس بهذا التحدي وبهذا المسار الجميل. وأختم به ندائي الأول للمراكز الستة الأولى المتواجدة على مقدمة هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير. نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول، لا زالت الظبي مع المقدمة على رأس حربة هذا المسار وهذا التحدي الجميل مع شعار الفقير مع المركز الأول. عبيد بن جاسم الفقير العلي العليلي يقدم هذا الاسم على رأس حربة هذا المسار وهذا التحدي الجميل. المركز الثاني متواجد الشايبة مع شعار العامري مع المركز الثاني، محسن بالطماطم بن حمد العامري يقدم هذا الاسم على المركز الثاني. المركز الثالث الله يا سلهودة قادمة في هذه اللحظات، عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوق يقدم هذا الاسم على المركز الثالث. المركز الرابع الله يا العنود تتدخل في هذه اللحظات، وأول ندى للعنود سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي على المركز الرابع وتنتقل إلى المركز الثالث. المركز الخامس العبارة متواجدة، سيف بن عبد الله بن براك الظاهري على المركز الخامس. والمركز السادس مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء من الجانب الاخر التي تنضم في هذه اللحظات الى دائره الصراع ودائره التنافس، شعار المحرمي على ظهر جباره، عبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي. هذه النتيجه مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء لمجريات هذا التحدي وهذا المسار الذي يسير ونحن نسير برفقة هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة التي لا صولات وجولات، ولا زالت القيادة القيادة حتى هذه اللحظات مع الظبي على المركز الأول، ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفا مع المركز الأول. عبيد بن جاسم الفقير العلي العليلي مع المركز الأول بين لا زال مسيطر مع المركز الأول بين ميدانه وبين جمهوره، ترقص طربا على مقدمة هذا المسار الظبي الظبي. المركز الثاني متواجد الشايبة، محسن بالطماطم بن حمد العامري يقدم هذا الاسم هذا المركز الثاني. المركز الثالث العنود قادمة، سالم بن علي بن مكتوم الجنيب على المركز الثالث. المركز الرابع الله يا جبارة، عبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي على المركز الرابع، وشوف التدخل في هذه اللحظات من الشعار اللي قادم
هملولة قادمة، حالب بن هادف بن حالب بن مغيرة الخيالي على المركز الرابع، وينتقل انتقالة جميلة إلى المركز المراكز الأولى. هذا النداء الأول، هذا الشعار مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. المركز السادس العبارة متواجدة، سيف بن عبد الله بن براك الظاهر على المركز السادس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء لمجريات هذا التحدي وهذا المسار وهذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير. يا سلام، نعود مع المقدمة، نعود مع التغيير اللي جرى وطرى على مقدمة هذا المسار. الخيال يغير مع المركز الأول على ظهر هملولة، يقتنص المركز الأول حالب بن هادف بن حالب بن مغيرة الخيالي مع المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على المقدمة وعلى رأس حربة هذا المسار. الله الله الله، المركز الثاني شعار العليلي متواجد على المركز الثاني، يتراجع مع الظبي عبيد بن جاسم الفقير العليلي على المركز الثاني. المركز الثالث الشايبة متواجدة، محسن بن طماطم بن حمد العامري على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء متواجد العنود سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي على المركز الرابع. المركز الخامس أشوف التدخل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء على ما توقع من سرابة علي بن مطر بن ساحر الاستبع على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء لمجريات هذا التحدي وهذا المسار الذي يسير ونحن نسير برفقة هذه الأسماء وهذه الشعارات. ولا زال الخيالي مع المركز الأول، مع القيادة الأولى، مع الإبداع الأول على رأس حربة هذا المسار، مسيطر مبدع حتى هذه اللحظات مع هملولة حارب بن هادف بن حارب بن مغير الخيالي مع المركز الأول. المركز الثاني الله يا الظبي عبيد بن جاسم الفقير العليلي مع المركز الثاني، كيلو ونص ما تبقى يا ملاك ويا مضمرين والأسماء قادمة. المركز الثالث وصلت إزعاج، وصلت إزعاج. يا سلام، محمد بن جابر بن عبد الله بن محمد ازعاج على المركز الثالث. المركز الرابع الله الله الله، هملولة قادمة، محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي وصل في هذه اللحظات بن هاشل مع المركز الرابع، انتقل المركز الثالث، احد الاسماء التي احرزت نقطة في هذا التحدي الجميل والمهرجان المثير. المركز الخامس سراب قادمة، علي بن مطر بن ساحل اجتمع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء لمجريات هذا التحدي. ولا زال الخيالي مع الكيلو الاخير، نفتح الكيلو الاخير في هذه اللحظات، جولة الاوامر وجولة التحركات والتكتيكات والسرعة الفائقة والابداع والمهارات. حرك يلي بتحرك وروح اللي بتروح. الله الله الله، لا زالت هملولة مع المركز الأول، حارب بلاد بن حارب بن مغير الخيالي مع المركز الأول مع القيادة الأولى، بن هاشم مع المركز الثاني أيضا هملولة، محمد الخاطر بن هاشم الشامسي. الله الله الله، والمركز الثالث التدخل من سرابة علي بن مطر السحر الاستعمار المركز الثالث. المركز الرابع إزعاج واصلة، محمد بن جابر عبد الله بن محمد حربي على المركز الرابع. هذه النتيجة 600 متر مشاهدينا متابعين الأزهار الخيالي مع المركز الأول مع هملولة حتى هذه اللحظات، مسيطر على زمام الأمور حارب بن هادف بن حارب بن مغير الخيالي مع المركز الأول. المركز الثاني سراب قادم علي بن مطر بن ساحل المركز الثاني. المركز الثالث حذاري من إزعاج، محمد بن جابر عبد الله بن محمد الحربي مع ازعاج. ازعاج بدا يسوي لهم ازعاج، بدا يسوي ازعاج في هذه اللحظات. الله الله الله، ولكن القادم العنود قادمه سالم علي بن مكتوم الجنيبي على المركز الرابع، ولكن الخيالي مع هملوله لا زال مسيطر، لا زال مبدع. الله الله، اصدر الاوامر الخيالي على اللحظات على هملوله حالب بن ادم بن حالب بن مغير الخيالي. الله الله الله، تجاوز سبع ثير اللمة ومرشح الشوط ما يغي عزائمة. تهانينا تهانينا والناموس مالك هملولة حارب بن ادم بن حارب بن مغير الخيالي عبز المركز الاول. المركز الثاني كان وصول سرابة علي بن مطر بالساحة الاشتبي. المركز الثالث كان وصول العنود سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي. المركز الرابع كان وصول ازعاج محمد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي. المركز الخامس كان وصول العبارة سيف بن عبد الله بن براك الظاهري.
العبار عفوا سيف بن عبد الله بن براك الظاهري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الاعزاء، كان المسار حافلا بالقوة والإثارة، ولكن استطاع شعار الخيل اقتناص الناموس مع هملولة وذهب السلامات. وذهب السلامات إلى هالي رماح. والتوقيت الزمني 9:44، 3 أجزاء من الثانية. كان ناموس لمالك هملولة، حارب بن هادب بن حارب بن مغير الخيل عبز المركز الأول، واقتناص ناموس المسار المركز الثاني. كان نصوص رابع على المطر في الساعة الاشتبي. والتوقيت الزمني مشاهدينا متابعي الأعزاء 9:46، 3 أجزاء من الثانية. كان ناموس لمالك سراب علي بن مطر الشاعر في المركز الثالث. كان وصول العنود سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي. والتوقيت الزمني لقطعته العنود مشاهدينا متابعي الاجزاء 9:49، 4 اجزاء من الثانيه لمالك العنود. تهاني ناموس سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي، وتهاني ناموس لجميع الفائزين.